جوجو شو كيف الوضع يا ماما؟ زفت. ليه؟ لأنه أنا غلونا الخبز. غلونا الخبز. قدي صار حق الربطة؟ ايه ماما حق 30 دولار دولار. ايش وكيف عم تاكل انت فأزن؟ كيف بدنا ناكل؟ ما انا كنت بقول بدنا ناكل. ايه شو معنى عم بهالحالة؟ بدنا نحسب لمين؟ للدولة. غلونا شو كمان؟ مش بس الخبز غلي، شو كمان غلي؟ كمان لحمة دولار. كمان لحمة على الدولار. وكيف شو بدنا ناكل نحن فأزا؟ ماما من الدولة غلتنا دولار ودولار ودولار ورد. ايه؟ يعني شو بدنا ناكل نحن هلا؟ شو بدنا ناكل هلا نحن؟ مش بدنا ناكل، أنا جوعان كمان. ايه علينا. وإذا الخبز غالي واللحمة غالي، شو الأكل يعني؟ شو بعد في شيء الأكل رخيص؟ هو الخبز. وغلي الخبز ما بقى فينا نشتري. شو لازم نعمل نحن كمواطنين؟ عرفت، بدنا نقول للمواطنين إنه حاسبوا الدولة. برافو ماما، لازم نحاسب الدولة تيحسوا عدمهم. وشو يعملوا؟ بيعملوا انه يروحوا وانا احكي على السجاير.